مشاهدي الكرام مرحبا بكم. في الحلقة السابقة من برنامج مواجهة تحدثنا مع الفريق الركن رعد مجيد الحمداني قائد الفريق الثاني في الحرس الجمهوري عن الخطط التي سبقت الحرب، وقد وصلنا إلى النهايات السائدة غير المحكمة في خطة أمن بغداد، وها نحن نقترب من ساعة الصفر حيث اقتربت الدبابات الأمريكية من أن تجتاح الحدود العراقية. نكمل مع الفريق الحمداني خطة الحرب. مرحبا بك يا أستاذ. سهلا. خطة بغداد إذا ظلت نهاياتها سائدة غير محكمة ودخلتم الحرب، دخلتم إذا من غير أن تكون هناك رؤية واضحة لما سيحدث، فما الذي حدث؟ حقيقة هنالك رؤية، ولكن قد تكون رؤية مغبضة أو مختبئة. المهم الانفتاح الأخير بالنسبة إلى الفريق. يعني ملاحظاتك لم تصل لقدام. لا هي بالتأكيد وصلت، ولكن هنالك تبدي آراء مختلفة. إحنا فقدنا حلقة مهمة في الحرب، إنه وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش أو وزارة الدفاع ورئيس أركان الجيش لأسباب يعني ما أعرف بالضبط، إنه لم تتحمل مسؤولية الحرب. خرجت كما خرج يعني لم تتحمل، يعني لأنه لم تكلف بمسؤولية الحرب. يعني وزير الدفاع لم يكن له دور. لأنه قسم العراق إلى أربعة مناطق دفاعي عن يعني المستوى الاستراتيجي. هذا صحيح المرحلة الأولى، يعني هذا التقسيم من ذلك أفضل قدام السين أم أنها خطة عشرية أيضا؟ ما أعرف بالضبط، ما أقدر أجاوبك بالضبط يعني، ولكن هو من الناحية المنطقية. هل التقسيم كان صحيح عشرية؟ من الناحية المنطقية صحيح. إذا أنت راح تواجه جيش كبير وراح تختل عندك إمكانياتك بالقيادة والسيطرة، فتحول الصلاحيات فعمل أربعة مناطق دفاعية على المستوى الاستراتيجي مع تحويل الصلاحيات، هذا من ناحية المبدأ صحيح، ولكن الخطأ كان هو في الآليات التنفيذ. مثلا وزير الدفاع اللي هو رجل قائد محترف، يعني بالرغم من منصب سياسي، هو رجل يعني من خبرته الكافية، وهو متربع على مقعد الاستراتيجية العسكرية مع كل ما فيها وزارة الدفاع من دوائر محترفين، وبالتأكيد هو أبدأ وجهة نظره إلى الرئيس صدام حسين أو إلى أي اجتماع، قسم اجتماعات حاضرة قسم ما حاضرة، لأنه هو قائد ميداني ليس على المستوى الأعلى، فأحضر بعض الاجتماعات وليس الاجتماعات الأخرى. رئيس أركان الجيش هو رجل معروف، يعني هم قائد محترف ورجل أيضا يعني بالنسبة لي تقريبا من دورتي في كلية العسكرية وكلية الأركان، ومعروف في إمكانياته و ورئيس أركان الجيش. يعني هي لماذا عزل يعني رئيس أركان الجيش هو وزير دفاع؟ هو لما قسموا العراق لأربعة مناطق، فأصبح مقر وزارة الدفاع رئيس أركان الجيش يقوم بالمهام اللوجستية فقط أو الإدارية والتوصيل ليس إلا، وهذا هو خطأ في التنفيذ. يعني هو يفترض أن تكون قيادة مركزية عليا هي تدير الحرب، يعني هذا شيء غريب، يعني كنا استغربنا فيه. هي المرتبة على العمليات المركزية اللي هي القيادة العامة المفروض اللي تديرها، أين هاي وكانها وين كان؟ هو بالتأكيد هناك مراكز عمليات يسموها المركز العمليات رقم واحد رقم اثنين، أو هناك يعني أصيل وبديل وبديل أكثر من بديل يعني، ولكن طبيعة التقسيم أصبح وزارة الدفاع أكثر كان الجيش دورها ليس عمليات. إذا أخذنا يعني قاعدة النشر النازل والنشر الصاعد بالأوامر العسكرية، النشر النازل للقواعد وللفرق والتشكيلات من أين يأتي؟ هو هناك بالتأكيد قائد عام تتوقف في أربعة، أصبحت أربعة مناطق، منطقة الشمالية، منطقة مركزية، الكرات الأوسط، المنطقة الجنوبية. أنت تأتمر بأمر من كنت؟ أنا بالنسبة لي أتمر المنطقة المركزية اللي هو المشرف على الحرس الجمهوري خطة فتام حسين، وعليه صار الانفتاح الأخير بالنسبة للفيلق اللي أنا مسؤول عنه. كان أدي فرقة حرس جمهوري مشرف بغداد اسمها في الكوف، وأن فرقة مدرعة المدينة المنورة في قاطع الصغيرة المسيحية، وعندنا فرقة نبوخذنصر مشاة في قاطع الحلة إلى حدود الكتل تقريبا، وعندنا فرقة مدرعة النداء اللي هي مسؤولة عن جنوب شرق بغداد اللي بين العقوبة ومنطقة النهروان وجنوب بغداد الناحية الشرقية. وكانت هناك إجراءات صحيحة، يعني منها حفر المواضع، تكديس الأعتدة، أضرب المثل البسيط يعني أنه كان يسمى الخط الأول للوحدات، خط ثاني مستوى اللي هو خط ثاني مستوى فرقة الفيلق رحاب شعبي يسموها،
احنا وصلنا الى 25 خط. السبب لانه المستودعات المركزية للأحذية فبالتأكيد راح تقصر. ووزعوا مواد من القتال منها الايتام على الوحدات، وهذه بالتأكيد فيها فوائد وفيها محاذير. فصار عندي بالفيلق 1864 كدس عكاز على المساحه اللي حوالي 40,000 كيلو متر. قاعد عمليات الفيلق مسؤول عنه، وهذا رصدها كان ممكن طبعا، ولكن هذه تبي اجزاء تدفن وتموه، فبالتاكيد لحد الان جاز قسم لها لم تكتشف يعني. وحتى هذه طبعا هاي من عيوب الاستراتيجيه الامريكيه بعد الاحتلال او خلال فتره الاحتلال، ما تعاملوا في السياقات الدوليه مع الجيش العراقي حتى يضبطون القوى العدديه مالتنا، تسليحنا، احتلالتهم وينها، فتركوا الامور سائبه وهم تحملوا تقاوتهم الباهظ بدمائهم في الوقت الحاضر، لانه هاي موارد وغارجي من يستخدمه. ربما هاي الأجزاء قد تحولت إلى المقاومة. تأكيد نفس التعبير من عندها، ونفس أخرى لأغراض أخرى لأنها تجارية منها أرهاب، بس بالتأكيد المقاومة على من يعتمد؟ المقاومة العراقية لم سلاح الجيش العراقي السوري بالتأكيد، خاصة من بين يعني رجالها هم عناصر الجيش، لم تسند إقليميا أو دوليا، فتعتمد على الإمكانيات الذاتية بالتأكيد. فكان هناك أظن مثلا في الفيلق حوالي 7,000 موضع لدبابة وعجلة قتال ومدفع في وقتها، آلاف المواضع للعجلات، وأكثر من 40,000 موضع للمشاة. كان هنالك إجراءات، وكان هنالك تعب، كان هنالك أيضا يعني أشبه ما تسمى بالتمارين بدون قطعات أو لعب حرب، ولكن لم تكن بالجدية حقيقة، لأن الرؤية كانت ضبابية. المشكلة كان هنالك الساعة الأخيرة كان هنالك الموقف الأوروبي، الموقف الأوروبي الرافض للحرب. أصحاب المقاعد الدائمية في مجلس الأمن كانوا صلبين جدا تجاه الولايات المتحدة. المهم اندلعت الحرب، اندلعت الحرب وصمدت السويرة القصر يعني لأيام وأسابيع، ولكن بغداد لم تصمد. سنعود إلى هذا لاحقا، لكن عندما اندلعت الحرب كنتم انتم مكلفون ب كنتم مكلفين بحمايه بغداد. احنا كنت انا مسؤول عن القاطع الجنوبي لبغداد اللي هو عن دفاع عن بغداد. نعم. يعني دفاع عن بغداد ولا وليس على او في بغداد، وهذا جزء مما انا طلبته في وقتها يعني حقيقه. كيف كانت معنويات جنودك؟ والله الحقيقه يعني ما شفت اختلاف يعني في نفس جنودنا، هم جنودنا وضباطنا يعني كانوا بمعنويات عالية وجيدة، ورغم هنالك شكوك في موضوع الـ أنت كقائد عسكري كم يعني كان احتمال أن تكسبوا الحرب أو أن تحافظوا على بغداد على الأقل بعدما بدأت الحرب؟ أي يعني أقصى ما وصلت إلى أو وصل تفكيري أو تحديدي للموقف العام أنه إحنا سوف يعني نخسر الحرب خلال 6 أسابيع أو 8 أسابيع، هذا كان تصوري على الوضع اللي إحنا فيه. هذا التصور بقي إلى كم من الحرب يعني مرات؟ من الأيام الأولى؟ طبعاً يعني إلى حتى الأيام الأولى كان ثقة في هذا الموضوع، ولكن سرعة تجاوز القوات الأمريكية اختراقها ودخولها بال لأنه استخدمت خط المناورة الصحراوي اللي هو خارج مدى تأثيرنا بالتأكيد. وصار هناك تدخل إيراني مباشر يعني بشكل غير مباشر العفو باتجاهات معينة، هناك رد خامس كبير جدا أثر على معنويات المقاتلين، هناك بعض يعني الإنزالات أثرت يعني على صلابة الجندي العراقي، هناك إعلام قوي يعني مراد ومن هالإعلام الإيراني لعب دور في تفتيت المعنويات الجنود، صور أمور أنا بالتأكيد يعني أنا حكوا لي هذا الموضوع بعد الحرب يعني تأثير مثلا إحدى القنوات الإيرانية قنوات العالم لا بدور مؤثر الحرب النفسية اللي كانوا ينزلون على محطة الشباب وعلى محطة بغداد وإذاعة يعني تدخل هو تدري يعني هذا الموضوع يبعد له يعني حصافة يبعد له ثقافة للجندي العراقي. من أين كنت تستلم أوامرك؟ بالتأكيد أنا أستلم الأوامر من مقر الحرس الجمهوري. بالضبط من يعني؟ يعني من رئيس أركان الحرس. ومن قصي قدامه. كيف كانت إطلاعنا؟ عبر الهاتف أم عبر البريد أم؟ هناك عن طريق ارتباط شخصي مثلا يبعثون عليك وتتكلم وياه بشكل مباشر.
قسم عن طريق كانت الحركة ممكنة. بس يعني محدودة بالتأكيد، وكان هناك اتصال لاسلكي وهناك اتصال سلكي محوري. اللي أنا حكي بس حمليات إحنا المحضر يعني ممكن. متى شبكتم على الأمريكان مباشرة؟ يعني أنت بدأت حتى عرفت ذا قصص طبعاً. بالتأكيد من الأيام. هي يوم 19 أجراً أنذرنا بوجود 20 هدف حربي جوي قادم باتجاهنا. وراء 45 دقيقة رجعنا الوضع العادي. يوم 20 بدأ بقصف من قبل قائد كان شبح لمزرعة بيت الرئيس وعلى أساس هدف القرصة. وبدأت الحرب اليوم الأول بشكل باهت لأنه مجموع الصواريخ المقذوفات الموجهة مو أكثر من 40-45 مقذوفة. اليوم الثاني كان هم سموها ليلة الصدمة والترويع، وهذا واضح يعني أنه حد يريد يكسب حرب يعني. فضرب بغداد 1500 بين صاروخ و 1550 تقريبا بين صاروخ موجه بروز ومقذوفات موجهة من 1 طن إلى 7 طن. وكان بالتأكيد يروعون، ولكن بالتأكيد شعبنا هو شجاع لأنه مر في مراحل شعب الحرب 91 نفس القصف تقريبا، ولكن المؤثر يعني شعب منهك، بلد منهك نتيجة الاقتصاد نتيجة الحروب الطويلة. هنالك في معظم العوائل فاقدة أكثر من شهيد أو أسير أو كذا، فهي كلها عوامل جمعت. كم خسرت من آلياتك وقواتك في الأيام دون الحرب قبل الاشتباك؟ احنا بالتأكيد يعني بالنسبة عامة كان الخط في المرحلة الأولى اللي كان يقصفنا بطائران اللي هو الـ-16 وبعض طائرات الترنيدو البريطانية، وضربوا المقرات أسلحة الدفاع الجوي بعض المفاصل المهمة. ولكن كلما اقترب العدو باتجاهنا استخدم طائرات مضادة للدروع، معظم طيلقي هو مدرع. فطائرات الأباشي اللي تحمل 16 صاروخ نوع فاير انتورج يعني نوع اسمه هيل فاير ناب جهنم على مبدأ هيل ارمي وانسى فاير انتورج، نسبة الإصابة ما 98.9% إصابة كل طائرة شي 16 صاروخ على مدى 8 كيلومتر أقصى مدى أنت تصل بالدبابة 5 كيلومتر على وجود الشاغل. فبدت بعدين دخل الطائرات الأيتين اللي هي ثابتة الجناح اللي يشيل أيضا صواريخ الهيلفاير أو مافريك. فالمهم أعتقد أنه 90% من كل ما نملكه من دروعنا ومن آلياتنا دمرت خلال الحرب. خلال كم يعني؟ ومن بداية القصف وإلى آخر معركة الفيلق هو يوم 4/4 في منطقة اليوسفية. 90% من الآليات دمرت. نعم. والجنود والضباط هل كنت تلتقي بهم؟ إيه بالتأكيد يعني. كيف كانت هل أصبح يعني لديك تسرب وهروب؟ الحق يقال يعني وشهادة للتاريخ ولله يعني كان جيشنا شجاع وجيش منضبط وملتزم. وأضرب لك مثل بسيط يعني. طلعت في يوم مع دجاجات اللواء أساس وخاصة ليلة في إحدى عندما أبر العدو نهر الفرات، فتقدمت مباشرة خلفهم، كان معي أحد قادة الفرق كان قادم مدينة منورة لواء رياض. فنقيبي طلع إقبالة بالليل، أنت قائد الفيلق؟ سيدي الله يخليك أرجع ما يجوز. فيخليك كلاشينكوف بندقية ما تعالى نفسه، سيدي ده مثل جعني أقصد نفسي وعيب علينا شو أنت ويانا ثلاثة تروح. الجنود في معركة الكفل ثلاثة ما يقدر نجيب جثتهم من صعدة وبغارة من صعدة وعدم الرأس الأمريكي واستشهدوا على الدبابة الأمريكية، لأن درجة الرؤية صفر صارت. فأنا كنت مخلي لهم الحد الأدنى 300 متر اجتباك لأنه أسلحة ار بي جي صدمات. فطروا قسم الصيدة وثلاثة استشهدوا وتسعة بين الدبابات اللي تسعة من الجرحى. 90% من آلياتك دمرت خلال القصف من الساعد فدمن الجو يعني بأي شيء وجهتنا بالقوات الخاصة وبالمشات والطوائف الدرع اللي تبقى في محلها يعني في أماكنها اللي بقت وقاتلت قتال، ولكن هي قوة المناورة الأمريكية وسرعتها فاقت قدرة الصمود اللي أو تأثير هذا الصمود على الأماكن المائية. بالتأكيد صار هنالك نسبة يعني من الانهيار بالمعنويات ولكن محدود يعني. كم صفحة يعني كان لك تماش فيها مع القوات اللي احنا بدينا بالتماش من وصول النجف في خط 101 اللي هو جلد
باتريوس يعني عرفت شو تعرف اسمه من خلال الاعلام يعني. فاحنا واجهنا فيلق يعني فيلق الامريكي الخامس هو الفيلق المدرع بطيارة جنرال رولف اللي هو جانا على محور الفرات، والمارينز وفيلق المارينز اللي جانا على محور دجلة. فأول تماس تحقق عندنا اللي هو على أطراف النجف شمال النجف والشفل والكوز والشوملي، هذا خط اللي صار في تماس. فبدأ التماس الحقيقي مع الأمريكان يوم 25 على 26 3 في خطته في فعل مباشر يعني وليس بالمدفعية. متى كان آخر لقاء له مع يعني قائد الفيلق قائد الحرس الجمهوري أو المشرف على الحرس الجمهوري؟ ويوم 2004 كان عندنا ثلاث اشتباكات يعني ثلاث معارك، معركة في منطقة الدبوني بين الدبوني بين العزيزية على محور دجلة، كانت معركة أيضا أخرى في منطقة محصورة بين الحلة والمحاوي، والمعركة الأخطر اللي كنت أخشى من تأثيرها المباشر على الهدف الاستراتيجي الخطير بغداد هي معركة الفرات محور الفرات جهد الرئيس والفيلق الخامس الأمريكي. فكانت في ذاك الوقت المعركة محصورة بين الإمام عون والإمام يعني الطريق يؤدي إلى الرزازة، وهنالك تأثير من سلكيات معادية هليكوبتر معادية كانت في منطقة الحسينية دمروا عندي أكثر من فوج من لواء الـ14. في هذا الوقت كنا نراقب المعركة من على سطح مدرسة مع قائد المدينة المنورة وأمر لواء الـ14 كان مشترك بالمعركة. خلفنا جاني نداء عن طريق اللسان جهاز واحد خلوي فقال مطلوب في بغداد، فوصلت إلى بغداد وصلت بالتأكيد يعني متأخر قليلا على أساس أنه الرئيس صدام حسين انتظرني توجه لي توجيه. في بغداد وين بالضبط؟ في بغداد احنا عندنا نقطة معينة في منطقة العامرية وهنالك سيارة مدنية، وكان المرافق الأقدم إلى المشرف مقدم علي حسين رشيد انتظر عينه من ملابس مدنية، فأركب معه ووصلت إلى بيت في المنصور، بس انتبهت شفت العلم مال سفارة الإمارات العربية فقريب عليه اللي هو خلف مطعم الساعة اللي استهدف لاحقا، يعني كانت المعلومات الأمريكية مضبوطة أنه كان هناك اجتماعي يعني إيه، بس ما انقصت البيت نفسه انقصت غير بيت يعني هو مو دقيقة بالمكان المنطقة صحيح منطقة التحليل صحيح، ولكن يعني بدك تفهم هذا السبب لا لأنه راح التقيت في البيت مع من التقيت فلقيت المشرف على الحرس الجمهوري وزير الدفاع رئيس أركان جيش القدس اللي هو فريق عياد الراوي وفريق سيف ورئيس أركان الجيش فريق إبراهيم وقائد الفيلق الأول حرس الجمهوري الله أكبر اللي هو فريق مجيد. فلما دخلت عليهم فجعل هنالك رسالة من الرئيس بعثها السيد وزير الدفاع، فقال أنه رأي القيادة أنه ما جرى لحد هذه الساعة يعني الساعة إلى 2-4 أنه هذه مخادعة استراتيجية عسكرية كبيرة للأركان، الجهد الرئيسي راح يجينا من اتجاه الغرب يعني على طريق الدولي الـ23 وراح يستهدف منطقة شمال الرومادي جنوب بحيرة الثرثار وينزل هذا الجهد الأمريكي الرئيسي تجاه بغداد. هذه المعلومات على أي شيء استندت يعني؟ وقد يكون هنالك يعني خداع حواس لأنه الأمريكان يعني هل تعتقد أن هذه المعلومات سربت للقيادة لأغراض طويلة؟ قراءة غير صحيحة للموقف. من قرأها؟ بالتأكيد القيادة على قرأتها عسكرية؟ القيادة العسكرية والسياسية بالتأكيد، لأن صار إنزال في سد حديثة لواء من الفرقة 82 انزلت، لكن كل المؤشرات كانت تقول ان الامريكان قادمون البصره. لا بالتاكيد انا هذا اللي طرحته. فقال انا في ذاك الوقت داخله في امرتي الفرقه 34 من الجيش، فرقه 16 من الجيش دخلت، وعدنا معهد النموذج الحرس الجمهوري شكل فرقه ناقص على وعلى الفرق الاخرى اللي موجوده. فقال انه تبقى فرقتين عندك هو الفرقه المدينه المنوره ونبوك النصر، والباقي تنسحب تدخل إلى بغداد، وتأمين الدفاع عن بغداد بموانع من الألغام وأسلاف شائكة. هذا الموضوع أثارني حقيقة في وقتها، فقلت للسيد الوزير، قلت للسيد اسمح لي أوضح لك الموقف، قال لي أنا ما أحتاج توضيح موقف، يعني وما على رسول الله البلاغ، لأنه بلغ أمر السيد الرئيس، قلت له ما يخالف،
أو الرئيس. أمر الرئيس في تلك اللحظة لا يناقش. وهو يعني يفترض أنه متخذين قرار يعني على أساس أنه هذا القرار ما يناقش. هو بحث لك سيدة سيد تسمعين دارت على خصيصة دارت سيدة سيدة من الرئيس. خلوني أوضح لكم الموقف. يلي تفضل. فكان البيت بالقاربي طبقتين طبقة على من طبقة. فنزلنا في كان خريطة معلقة وكان قصف على بغنا بحيث الحروة تهتز بهذا الشيء. هو بحث بشكل بسيط. الجهد الرئيسي للعدو الأمريكي زين على محور الفرات. الجهد الثاني هو المارينز. وميز المارينز من الطائرات الشينوك عليها العبارات. لكم سلسلة من الإنزالات وجهد آخر مشترك. ما بيقدر أحد الجهد مساعد على بين الحلة وبين المحاوي. والجهد الأخضر هو الجهد الرئيسي لي. هذا إذا عبر نهر الفرات اليوم راح يعبر باتجاه رضوانية ناحية من القصر ورضوانية المطار الدولي قصر رئاسية. هذا الموضوع حقيقة أنا حاسس قبل الحرب 3 أشهر. الجسر اللي موجود جسر نداء القادم على منطقة شرق الصخر أخذ القادم مدينة منورة وأمري تشكيلات حتى أمري الوحدات ودفت على الجسر وأسفل الجسر. قلت لهم هذا في توقعي في الحرب الجاية سوف يكون مشابه إلى جسر ريماجن على الراين عام 1944 اللي سرع في انتهاء أو سقوط برلين. فركزوا وكان خليت قوة جيدة عليها. خليت فوج آلي أو ميكانيكي من اللواء 10 ومع كتيبة استطلاعنا قصرية وآمر حرس التخريب اللي كان هو عقيد ركن روسان العجيلي ولغمنا جسر تلغيم جيد بحشوات ناشطة وقاطعة والإجراءات. وهناك أيضا قوة صغيرة هي اللي سريت مقام الدبابات أو اللي من مقر الفيلق بعثتها وأسندها للمطار وصدرت أمر تحرير الشفوي إلى آمر حرس التحرير. متى ما تشعر أن العدو قد اقترب من تفجر جسر هو ليصاب ما عرف بالضبط يعني سأخر يعني لا وصل العدو فوق يعني هذا قصف انقطع الدوائر التوصيل وكذا ففجر جزء من الجسر يعني فعبروا الأمريكان. هاي سببت يعني في سبب هاي قبل هذا الوقت ما كان الجسر لا ترحي لي أنسفة يعني في وقتها أنا قبل الحرب لوحت على هميتها بداية الحرب طابت أن ننسف الجسر لن تحصل الموافقة على نفس الجسر فرغم أن سمعت قطعات في منطقة جرف الصخر. المهم في هذا اللقاء فوضحت لهم أنه يجب أن ننسف الجسر وهو الجسر الذي يربط بين بغداد باتجاه طريق البصرة جرف الصخر لا هذا جسر الصخر جرف الرئيس جاي على طريق الصخر في جمال خط النفط من النجف كربلاء ويعبر على لأن خطف دي جرف النداء في جرف الصخر لا جرف الصخر. فإحنا قلت لهم ما يجوز تسحبوا من عندي قطعات أنا محتاج قطعات المعركة الحاسمة إحنا راح نصير بغداد راح يقرر وقتنا 43 ساعة إذا صمدنا الوقت راح يزيد وإذا لم نصمد 48 ساعة بالتأكيد راح تسقط بغداد. فأنا طلبت في وقتها أنه الفيلق اللي موجودة اللي هي طرقتين طرقة حمرابي مدرعة طرقة عدنان ميكانيكية آلية في شمال بغداد اللي هي تدخل بالجانب الغربي من بغداد لأن هذا الجهد الرئيسي بالنسبة للحمرابي طرقة حمرابي وطرقة عدنان تدخل باتجاه الشرقي الجنوبي الشرقي من بغداد حتى أقدر أدفع طرقة المدينة المنورة بالكامل. فإحنا ممنوع علينا يعني كخط عام بالعمليات انه من عبر نهر الفرات. وهي في وقت يعني شفت انه هو توجيه من القائد العام قوات مسلحة هو من حيث المبدأ شو الحكمة العسكرية الحكمة من عنده شو بشكل عام منطقة غرب النهر هي منطقة صحراوية ولكن هذا الخط لن ينزل مستقيم. فلما ينزل الى منطقة بغداد يجي يدخل للعمق فتصبح كربلاء المدينة الكبيرة هي خارج هذا الخط أي غرب النهر 30 كيلومتر حوالي هي غرب النهر. عندنا مناطق اللي هي مقابلة الهندية وغير هذا ليس من المنطق العمليات أن تتركها وعليها عبرت اللواء المشاة الآلي 14 إلى هذا الخط عبرت لواء 22 اتجاه هندية سدة الهندية. الموضوع
أخذوا لسه قلت لك في البداية أنه لم تحكم النهايات السائدة. هذه نحن الآن يعني أنت كنت تشرح الخارطة لم نكمل هذا سنكمله في الجزء الثاني من البرنامج. مشاهدينا الكرام حوارنا متواصل مع الفريق رعد الحمداني ولكن بعد فاصل قصير. على خلفيات المواقف والأحداث مع النقد السياسية والثقافية والاجتماعية. المختصر سعي عبر الحوار الطريق والمكاتبة الحرة للاقتراب من حقيقة ما يحدث وصحة ما يقال. مرحبا بكم ثانية ومرحبا بضيفي الكريم الفريق الركن رعد مجيد الحمداني قائد الفريق الثاني في الحرس الجمهوري من الجيش العراقي السابق. مرحبا بك شيخ. ملاحظات سريعة على الخطة التي على توقع القيادة بأن الأمريكان سيأتون من المنطقة الغربية، يعني هل كنت لاحظت الفكرة؟ حاولت أن ألحظ الفكرة ولكن دون جدوى، ولكن تقريبا دون جدوى، لأنه التفكير في القوة اللي في كربلاء ما يجوز نسحبها. صار إصرار بالنهاية أنه سنخريا بقي جحف المعركة في منطقة المسيب في قصبة المسيب القديمة والجديدة. سحبت فرقة بغداد، الفرقة 16 سحبت فرقة كتيجة. هي الأربعة كيف كانت يعني تصوراتهم الحرب وتصورات القصي والوزير الدفاع؟ هل كانوا يعني هل هناك تصور بأن الحرب قد انتهت بالفشار في العراق؟ ما أعتقد، لأنه يعني كانت من أربعة كان التخطيط أنه هنالك زرع كل ألغام واسعة ومعطلات سلكية ومعطلات أخرى صناعية في مدينة بحجم بغداد بكبرها، فما يدل على واحد أنه يتوقع الحرب تنتهي بعد أربعة. وين وصلوا الأمريكان يعني؟ اثنين أربعة عبروا جسر زرق الصخر واشتبكوا مع اللواء العاشر المدينة المنورة في منطقة اليوسفية، يعني منطقة الجسر منطقة المنشآت الصناعية. حقيقة زجيت اللواء العاشر كان آخر احتياط عندي وقلت الأمر لواء عميد يكون سعيد، قلت له نحن نريد رجع العدو عبر الجسر ودفاع لواء قوات متبقي من لواء قوات خاصة ولواء قوات خاصة آخر اللي كنت تقدرون تعرقلون تقدم العدو. كنا نحاول يعني نتشبث بأي بس ما عرقلته، هو العدو دائما كان خارج التأثير، يعني التأثير هو يحسب التعبير. انت مش هو جامد عدو يعني بفضل الفارق التقني، إيه هو عنده قدرة على المناورة خارج المدينة ماسك، بالرغم هم دخلوا أكثر من معركة. طيب بين الاثنين أربعة وأنتم لم تكونوا تتوقعون الذي حدث، وبين 8-4 6-4 سقوط بغداد، هذه الأيام يعني فترة قصيرة. إي بالتأكيد، ولكن كان هنالك شيء، يعني كل إنسان يبحث عن أمل أنه سوف يصمد سوف يوقف العدو على أطراف بغداد. هنالك أنت شخصيا يوم 2-4 يعني كان لديك أمل كبير بأن بغداد لا تسقط؟ أنا قلت العبارة أنه سوف تسقط بغداد أو مصير بغداد سوف يكون محسوم خلال 40 ساعة، يعني حوالي 10 أيام وأكثر من 10 أيام بتماس مباشر للعدو. يعني لديك يعني بالتأكيد يعني حتى لا أعرف. وهذا اللقاء كان آخر لقاء مع قصي ومع القيادة؟ أي كان هذا آخر. بالنسبة لك؟ بالنسبة لي. متى اختفيت أنت يعني أو متى انقطعت علاقتك مع الـ مع الـ مع الميدان؟ 4-4 يعني بعد يومين؟ أي بس استمرينا بالقتال بحيث لم تتوقع حتى بالنسبة لي كقائد حتى عجلة أتنقل بها دمرت، يعني سيف عجلات دمرت خلال القتال وننزل ونأخذ عجلة. ما الذي حدث خلال هذين اليومين؟ يعني أدام زخمة، لأن الفرقة الرابعة وصلت إلى مسرح العمليات كانت في تركيا، هاي تأخرت عليهم. لما وصلت إلى منطقة إلى ساحة العمليات فبالتأكيد العدو كقائد القائد المعني فبالتأكيد يدين زخمة بأسرع ما يمكن، فانجفعوا أقصى ما يمكن من الجناح الغربي اللي هو محور القرى وعبروا جسر زرق الصخر. هذا يعني حد هذا اليوم أنا متألم عليه، لأنه ولو ما راح نغير من نتيجة الحرب ولكن تشعر أنه أنت شيء أنت حاسبه.
يعني لو كنت قد فجرت الجسر ما الذي يحدث؟ على الأقل تأخر العدو 24 أو 48 ساعة أخرى من عملية التجسير، استطلاع ويجسر وغيرها. يعني تفجير جسر قد يؤدي يعني يؤخر خلال بغداد. إيه طبعاً. يعني قد يكون هذا الشيء. نفس الوقت هم أيضاً كانوا يعني العدو متوجس من الدخول إلى بغداد. وفي يعني ما شفت بعدين من زملائنا ورفاق السلاح أنه كان يوم 5 ممكن أن تسقط بغداد، 5 و 6 يوم 6 دخلت قوة سموها الاستطلاع بالقوة، دخلت إلى منطقة المطار، وشيء غريب يعني كانوا يجون باتجاه المطار وقوة دخلت عبرت من منطقة اليوسفية باتجاه الدورة، بحيث في مشهد يعني مشهد غريب يعني لو كان يعلمون به الأمريكان. في مظلة السيارات المصلحة اللي على الجدار الخارجي جامع مطبول كان رئيس صدام حسين قاعد بالمظلة، وفي جنبه يوم 6/4، واللي حكى لي هذه الحكاية هو مدير عمليات الحرس الجمهوري واركون حميد اسماعيل دروج، قاعد هو بجنبه ودخلت دبابات أمريكية ولا مشاهد كله، دخلت الدبابة الأمريكية بالطبع باتجاه طريق المطار المطرق أو التقاطع مع أم القبول. فرئيس السفر شنو هذه الدبابات؟ يقول أنا جاوبت السيدة هذه الدبابات الأمريكية، يعني كانوا متجهين إلى المطار. إلى المطار هي عبارة عن إحنا نسميه بالتعبئة استطلاع بالقوة، كان هنالك صمود بقطعات دبابات في مطرق المطار اللي ساحة عباس بن فرناس، فرادوا هذه حركة إحاطة من الخلف حتى تنهار المعنويات. ما هي حقيقة أن خدام سليم قد قاتل في المطار؟ حسب شهود العيان اللي شفتهم أنا حقي إلى يوم 4 ظلينا خلف العدو نقاتل قتال بسيط يعني، والتجعنا إلى يعني بالبساتين اللي موجودة اللي يعني بصفت فريقة أحد أقاربي ساكن في المكان، وبدينا نتابع العدو وشلون يدين زحمة، ولكن قوتنا الأساسية دمرت يعني. يعني أنت يوم 4 سكت الفيلق اللي كنت دمرت تماما، دمر ومنتشدي فقدت السيطرة عليهم، وفقدت الاتصال مع القيادة في الحرس الجمهوري ومع القيادة العامة للقوات المسلحة ومع كل صحيح. ما هي الخلية السرطانية التي أكلت بغداد؟ يعني هناك خلية سرطانية الأمريكان تمكنوا من أن يعني يسيطروا عليها لينتشروا داخل بغداد. أخي ما أعرف قصدك بالخلية السرطانية يعني، هل هي مقصودة أو يعني 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 أي مفصل سيطروا عليه وانتشروا في بغداد؟ أم أنهم دخلوا بغداد من كل الجهات؟ هو دخلوها من كل الاتجاهات، الجهد الرئيسي دخل اتجاه المطار وأبو غريب، ومن جنوب بغداد مفرق اليوسفية اتجاه الدورة، والمارينز دخلوا وامتداد يعني السقوط الرسمي لبغداد عندما دخلوا ساحة الاحتفالات ودخلوا القصر الجمهوري، أم عندما مجرد دخلوا حدود العاصمة؟ هي من الناحية العسكرية يعني من الناحية الاستراتيجية أنه مجرد دخلوا من منافذ بغداد، دخلوا من 6 منافذ أساسية دخلوها يعني تحت بغداد. بالضبط أي يوم دخلوا بغداد من المنافذ؟ المنافذ حسب شهود العيان، لأنه أنا التقيت معهم بعد الحرب مباشرة، بعض يعني استقنا قسم خلال فترة التحقيق استقنا وياه وقسم يعني قبلها. هم يوم 5 صاروا في تماشي مداخل بغداد، يوم 5 يوم 6 نزلوا من اتجاهات مختلفة وأصع عليهم في موضوع المطار، لأنه قوة قاتلت وصمدت ولكن استخدموا أسلحة ذات تأثير شديد. ما هي هاي الأسلحة؟ يعني تحدثت وسائل الإعلام عنها وقيل عنها الكثير، يعني أسلحة غير تقليدية؟ ما أقدر أجزم لك، ولكن على الوصف يعني هنالك كان أسلحة قد تكون فسفورية، قد تكون أشباه النقاب، على ما قيل لنا يعني أنا لم أكن يعني شاهد المعركة، ولكن النتيجة طلعت بيها قناعتي أن العدو دخل يوم 5 تماس في المطار صد قوية يعني بحيث أنه كبدوا الأمريكان خسائر بشرية، فقطعوا التماس ورجعوا إلى الخلف، ثم بدأ قصف غير طبيعي بالمدفعية والطيران في منطقة المطار، بحيث كان قصف من الشدة بحيث لم يبقي أحد من الصامدين على قيد الحياة. وبالتأكيد أنا شفت هذا النوع من العتاد في ليلة 2/3 4
كنا إذا نحاول نوقف الدفاع العدو في منطقة المنطقة الصناعية منطقة اليوسفية بشكل عام. اللي شفتها كان القصف انفلاقات جوية أشبه النافال بحيث تحترق النخيل تحترق الدور تحترق أشبه بالنافال ما أعرف بالضبط يعني كان ينفجر على ارتفاع حوالي 15 متر يعني أعلى من مستوى رؤوس النخيل وانفجارات كبيرة وكنت أشوف الإطلاق مالته يعني كانت أشبه بصواريخ الراجمات يعني ما هي حقيقة الخيانات التي قيل أنها قد يعني حدثت بين صفوف قيادات كبيرة في الجيش العراقي يعني هل هناك تواطؤ هل هناك معلومات سببت للعدو هل هناك قادة تواطؤوا مع الأمريكا حسب علمي مشاهداتي وقناعتي لم يكن هنالك أي خيانة بالمستوى اللي يقال عنها ولكن سوء التقدير قد يعطي نتائج تقدير القيادة في الحرب يعني سوء تقدير العمليات القيادة على مستوى العمليات مثلا في مناطق معينة سوء التقدير قد يعطي نتائج مشابهة ما يفهم أنه هذه خيانة يعني كل خطايا سياسية أحيانا إيه خطايا يعني هذا سوء تقدير يعني حضرتك في بداية الحوار قلت يعني ليش صمد لواء 45 في منتصف 17 ليش بغداد مثلا هو الحقيقة هذا يعني هذا سؤال لا تسمح لي جنابك هو مو دقيق لأن بغداد من اللحظة الأولى أول مقذوفة أطلقت وإلى آخر هي بغداد وليس تقصير لكن أيضا ونرجع نقلل من قيمة أيضا سؤال مثار يعني يعني مقصر بقية تقاتل لمدة شهور تقريبا 17 يوم هي وملحق يعني الموقع اللي هم كانوا فيه كان هناك بعض الطاقات إذا موجودة إطلاقة كان في صمود يعني في شيء يعني القوة العسكرية الموجودة في مقصر عوقت الأمريكان هو كان الجهد للبريطانية ليس جهد أمريكي على مقصر دخل اللواء 45 هذا اللي هو كان قبل 72 ساعة ما مقدر له أن يقاتل هنا كان على أساس أنه مقصر لأنه الكويتين أخذوا نصف القصر إجحافا نتيجة أحداث 91 فما الغاية أنه أنت تقاتل على بعد 20 متر و 30 متر ضمن القصر في لحظة معينة في قرار معين اتخذ من قبل القيادة العامة أن يدخل لواء 45 في القصر على ما يبدو هذا صمود هذا اللي هو فاجأ طرفين الطرف الغازي والطرف المدافع للقيادة العراقية والقيادة الأمريكية البريطانية المشاركة فدخلوا البريطانيين البريطانيين كان قواعد الاشتباك مالتهم حجرة جدا واعتمدوا تدري ها راح تترجل على هذين خشون من الإصابة فعرفون أنه الموقف العام سوف يحسمه فما مستعجلين بالعمليات الاندفاع فهم اندفعوا وطوقوا وصلوا الى البصرة ولكن هذه المنطقة ما اقتحموها خايفين قتال المدن البريطانيين على ذلك كان قوة فوج من المارينز البريطاني اللي يحاول وهذا يعني مفخر من فخر الجند العراقي انه قاتل وفق موقف استراتيجي يائس موقف عملياتي يائس ولكن على المستوى التعبئة ظلوا يقاتلون وبالتأكيد هنالك مثل يعني بالعسكرية انه التعبئة لا تصلح مع السدوة الاستراتيجية ولكن هذا يعني هذا موقف يفتخر به كل عراقي بالتأكيد. ما هي حقيقة أن نصف الجيش العراقي قد هرب أو قد تسرب أو قد هزم من المعركة قبل أن تفشل؟ لا ينكر هنالك نوع من التسرب لأسباب نفسية وإعلامية. كان هنالك تصور ساذج عند معظم الناس اللي ما تفهم الحقيقة في الأمور وحقها يعني ليس كل الناس مختصاص علم سياسية هو مدرك للأمور الاستراتيجية وهنالك من له مشكلة أنه هذا موجود هذا النظام فإحنا راح نستمر في حروب مجرد يدخلون الأمريكان تحل الأمور وترجع هذا التصور الساذج أثر على نفسه غير قليلة أنه يترك طرفة القتال ويقول الموضوع هو منتهي وراح نرجع بوضع طبيعي أما الإنسان المدرك اللي مثل جنابك عليه مستويات علمية ومستويات يعني من الإدراك أنه هنالك مصالح كبرى ومرتكزات استراتيجية دولية ما ممكن راح يكون بها لسلاح هناك مصالح إقليمية فاللي قاتل أنا شخصيا كنت أطلب من الضباط أن يقاتلون إلى آخر يعني قطرة الدم يجب أن نقاتل الأصل يجب أن نصمد أولا الجنود اللي يقضون دفاعا عن وطنهم الله سبحانه وتعالى راح يرضى عنهم التاريخ يمجدهم حتى عدوهم راح يحترمهم قبل أن يغادرنا التاريخ سأل إذا عن سأل عنوان كتابك وأسألك سؤال بنفس العنوان لا.
أين كان صدام حسين يعني عند يعني خلال فترة الحرب أيام الحرب وأسابيع الحرب؟ هل كان في بغداد؟ لا. هل كان يتنقل؟ هل كان قصة عمليات قيادة عمقة مسلحة؟ حسب أني كان في بغداد ويحضر مركز عمليات الحرس الجمهوري، مركز عمليات القوات المسلحة، كان يتحرك من مكان إلى مكان بهذا الشكل. واللي أحد الأخوان اللي حكى لي أنه يوم 7 أشهر بقبضة النصر ضمن بيدي بهذا الشكل، يوم 7/4. وكان الأمريكان في داخل بغداد. من أين يعني أنتم ربما قد اجتمعتم به وقد قرأتم أفكاره، من يعني كيف يمكن للقائد العام للقوات المسلحة دافع عن من السياسة جانبا لكن هو قائد عسكري ميداني، من أين له أن يتحدث بهذه يعني بهذا الشكل؟ كيف يعني؟ أنا أسأل لك عبارة هو قالها، سواء احنا مقتنعين بها في وقتها أو ما اقتنعنا هذا بحث آخر. قال بالنقص العافية أن نحن سوف ننتصر، بالتأكيد ننتصر، لأنه احنا الجيش الوحيد الذي بقي في هذا العالم يقاتل من أجل الله، فإن الله سبحانه وتعالى لن يترك هذا الجيش إلا برحمة. وسوف أقول لكم وبإيمان إن الأمريكان سوف يصلون إلى الصحراء المجاورة إلى بغداد، سوف نركع أمريكا هنا، ثم نقول لكم اذهبوا وحرروا فلسطين. سبب التركيع ليش الله يريد أن صدمه؟ هذا الكلام سمعته أنت؟ أنا مباشر من الرئيس صدام. أنا أسألك عندما كنت تشرح. بس لا أكمل لك العبارة. فشاف يمكن علامات استفهام يعني على وجوهنا. أو استغراب. أو استغراب أو كذا. يعني إيه ليش؟ ليش ليش تقولون صدام حسين هذا قال هالعبارة؟ لأنه لو الولايات المتحدة في وقت الاتحاد السوفيتي دخلوا مواجهة عسكرية عنيفة وانتصر الاتحاد السوفيتي على الأمريكان لقالوا قوة عظمى انتصرت على قوة أخرى، ليس هناك باب الاستغراب. ولكن جيش مثلنا دولة من العالم الثالث، جيش تعبان مقاتل لكن عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى وينتصر على أمريكا، ولا المعجزة الإلهية، هذا استشراب أو استبصار لديه عن قناعة تتكلمها يشعر أنه ليس عن قناعة. طيب الحقائق على الأرض يعني الذي لا يناقشه أحد ويقول له ما هي يعني مقومات هذا النصر؟ في لقاء خاص سبقا ذكرته بال94 قلت له، بل كان هو يعني منفعب من الحقائق اللي تعرضها بهذا الشكل، فقال لي شوف يا فلان أنت تحسب واحد زائد واحد يساوي اثنين، بس ثاني قد يكون عندي رقم 10، أنا عندي رسالة أديها. فقلت سيدي أنا في أمانة كجندي وأنا جندي ميداني قائد ميداني أتعامل بالعوامل المادية اللي عرضها أمام المستوى السياسي الكبير، أما الجانب المعنوي فبالتأكيد هذا سوف يكون حضوره بالتأكيد الجانب المعنوي يؤثر، ولكن أنا أشعر بأمانة أنه أوضح ما هي إمكانيات المادية وما سوف يتأتى من عام المضاف والجانب المعنوي بالتأكيد، يعني أي قوة تضرب في صفر فهي صفر، فإذا كانت معنويات صفر فهي قوة هي راح تنها في صفر، وإذا قوة بسيطة ضربت في رقم كبير فبالتأكيد الحاصل كبير. ولكن هنالك بالنسبة لنا يعني كقادة ميدانية نتعامل بالحقائق الميدانية، والباقي يعني أنت يعني تتأمل ولكن ما في ذلك تضمنه. الهزيمة العسكرية أو الخسارة العسكرية الحرب لنقل، نعم، من يتحمل مسؤولية القيادة العامة صدام حسين المحيطون به أم مستشاروه أم من يعني بالضبط يعني؟ لو أخذنا تدرجية المسؤولية. بالتأكيد اللي يصنع القرار الاستراتيجي هو يتحمل النسبة الأكبر من عنده. وتنزل النسب المسؤولية. والمتكلم لا يمكن أن يبرئ نفسه من مسؤولية كجزء من هذه المسؤولية بالتأكيد. إحنا جنود الله كتب لنا قدرنا أن نقاتل في لحظة وفي زمن عصيب جدا أنه أنت تخسر العراق، يعني أصعب شيء تشعر به أنه أنت قائد على مستوى معين وتخسر حرب يروح يضيع بها بلدك، فبالتأكيد تكون متألم وتندب يعني قدرك لماذا أنا أصبحت في هذا الموقف، بحيث أنه في مفصل تاريخي كبير سقوط بغداد عام 2003 أنت جزء من اللي ما قدرت تحول دون هذا السقوط.
طيب رسالتكم انتم كقاده كعسكر يعني الم يكن يعني اقدر ان توصل لصدام حسين رساله مهما يكن ثمنها مهما يكن الثمن من ان الحرب خاسره وان هذا الرهان خاسر؟ تبقى كل واحد على ضربه يعني انا امام الله سبحانه وتعالى وامام اخوان الاحياء اللي موجودين على قدر الامكان على الحد الادنى من الصراحه انا وضحت وجهه النظر. ولكن لما توصل الى مرحله القرار والامر ان ينفذ كجندي حتى الاخر. هل هناك من زين له الدرب من العسكريين؟ انا لا اتحدث عن السياسه بالتأكيد لا يدركون الحقائق العسكرية لكن العسكريين بالتأكيد ليس كل العسكريين عندهم رؤى استراتيجية كافية أن يرى حقيقة الحرب بوقت مبكر. بالتأكيد هنالك عامل إنساني شخصي أمام رئيس دولة لأول مرة يواجه وإحنا طبيعتنا الشرقية يعني هاي مال إحنا أدعيناك وكذا اللي واحدة من الأمور في يوم من الأيام هو عتد الرئيس قال ما في يوم قلت أدعيناك يسلى سيدي كثرة من قالها ولم يوفي بحقها. والله أقدر أقول فتنوي كيف تبغى أن تتحدث معه بهذا الطريق؟ والله هي يعني صدام الشيء الذي تربى في حضان حزب الدعث وهو بعثي ومعروف أنه شاب يعني خرج من حزب الدعث وأصبح مهيب ركن. هل كان يحمل معلومات عسكرية؟ هل كانت لديه رؤية عسكرية فعلا؟ هل كانت له علاقة بالجيش أصلا؟ أنا أستعد لك عبارة هو قالها عندما التقى شخصيات عربية هذا الكلام سنة 83 أو 84 ثقوا يعني مع بالقصر الجمهوري قال لهم صارت الحرب مع إيران يعني كل معلوماتي عن العسكرية لا تزيد عن معلومات نقيب الجيش العراقي وأنا أنا أقود اليوم قائد عن قوات مسلحة. هنالك بالتأكيد يعني ما يحتاج القائد الاستراتيجي الكبير اللي هو يقود الاستراتيجية العليا أن يكون محترف في العسكرية ولكن يجب أن يفهم الموضوع. يعني مثلا أنا كقائد فيلق عندي قطاع صنف وخدمة صنوف ساندة وخدمية أنا خلال الحياة العسكرية خلال دراساتي أفهم تفاصيل وعمل هذه ولكن لا يكون أنه أنا أحل محل هؤلاء ولكن حتى أقدر أوظف الإمكانيات المتاحة إن من ناحية رؤية فالقائد الاستراتيجي السياسي يعني مثلا نأخذ الرئيس بوش هل هو خرج من الأمر هم أخذ برأيه عرب يعني هو رئيس الدفاع الحالي روبرت جيتس لماذا استقال؟ طيب أنت يعني أنت قائد فيلق وفريق ركن في الجيش العراقي وهناك أمثالك الكثير يعني ماذا تقولون عندما يكون قائد منطقة مثل نجران صدر هذه يقود يعني يقود محور من محاور القتال ويشرف عليه؟ هو تتأثر بالتأكيد يعني مع ذاتك مع نفسك تتأثر وقد يعني في لحظات يعني أنت مثلا ماذا أنت بأي شيء يمكن أن تستشير نجران أو تستشير علي حسن مجيد؟ لا هو هذا يعني إحنا كنا في تماس في هذا الموضوع كنا نتألم ونأسف يعني هل قررت أن تأخذ مثلا تعليماتك من عضو قيادة؟ إيه يعني خلال الحرب التقيت يعني مع محمود غريب رجل يعني صابر محمود غريب إيه صابر محمود غريب يعني بدأ الرجل يريد حماسة أطلع وياك قلت له أنا ما أحتاج عضو قيادة سياسي أنا أحتاج صورة عن الموقف صار عبور على جسر الكفل أريد بس تبني صورة الموقف أنا عندي قوة زايدة تتقل بالطريق وأنا عندي يوم عاطفة هيهدو من السماء يقدر أحرق قطاعات مدفعية بدون تدخل جوي فرجل يعني كما إنسان معنويات قال أنا أصعد جندي وياك أنا ما أحتاجه أنا أحتاج صورة الموقف فترست ورحت أبحث أنا ميدانية وتأخرت حوالي 6 ساعات في ظرف عاصفة إلى أن استطلعنا ودخلنا في الكفل وصدمنا يعني أحد أمير يحتاج القوات الخاصة مسك بالخطر شو هسوا هذا مسك مدرع أبراج أمريكية وجاء يركض قال ترى الأمريكان هنا واصلين هذا نتيجة إيش خلل في إدارة معركة. أهم شيء أنه أنت بين تماس العدو تعرف معلومات عن مسرح العمليات ما كانت عن عدو وكان قطعات كويتية أشياء أساسية يجب أن تعرف في هذا الشيء. في نهاية هذه الحلقة سيادة الفريق بجملة قصيرة يعني كيف تصف الذي حدث؟ لأصدق أنه هنالك قدر أعمى البصيرة ولم تتمتع قيادتنا بالحكمة الكافية لتفادي كارثة كان يمكن تفاديها؟ بالتأكيد كان يمكن تفادي كارثة؟ بالتأكيد لأنه هنالك موقف دولي وموقف أقليمي يشارك
القيادة العراقية السابقة في الثالثة اللي احنا وصلنا، لكن أخطاء القيادة أنعشت هذا الموقف وأنعشت أعطت المصروف، أعطت هذا المصروف. جهاز الفريق لا يشعرني في ختام هذه الحلقتين إلا أن أشكرك على هذه الصراحة وعلى هذه المعلومات وعلى هذه الشفافية وعلى هذه الرؤية الجميلة التي رسمتها للمشاهدين عن الحرب وتفاصيلها وصفحاتها. مشاهدين الكرام، شكرا لإصغائكم، شكرا لاهتمامكم، آمل أن ألتقيكم في حلقة أخرى مع ضيف آخر وموضوع آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم.